السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. ناس كتير ما بتقدرش ترسم الابتسامه في البورتريه، يعني لما بيجي نرسم الفم او الاسنان بتطلع الاسنان مننا بايظه خالص، مثلا المسافات بينها بتوسع او بتصغر، المهم انها ما بتطلعش معانا مظبوطه نهائي. فالنهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي نقدر نرسم الفم والابتسامه، يعني الفم مبتسم خطوه بخطوه وبشرح بسيط جدا جدا، وفي النهايه هنستفاد كلنا باذن الله. المهم لو حضرتك اول مره تشوف القناه بتاعتي لازم تشترك حالا قبل ما تنسى، وتفعل زر الاشعارات عشان تنضم لفريق الاشعارات الجميل بتاعنا، وما تنساش الدعم بلايك وبكومنت. وبالنسبة للي حابب يطبق على درس النهاردة هتلاقوا الصورة اللي انا شغال منها دي على حسابي في انستجرام، وكمان على جروب الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس وفي اول كومنت مثبت تحت. انضم لجروب الفيسبوك عشان تاخدوا الصورة، وتابعوني على حساب الانستجرام وبرضو الفيسبوك عشان ما طولش عليكم. يلا بينا نخش في الشرح. في البداية فنانين كنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة زي ما انتم ملاحظين هسيب لكم الموبايل على شمال الصورة، وهبدأ اعمل زوم على الفم زي ما انتم ملاحظين. اول حاجه ببدا بيها فنانين هي الكيرف او الميل بتاع الشفه اللي فوق. الشفه اللي فوق زي ما انتم ملاحظين كده عامله زي شكل سبعة بس مفتوحه شويه، فانا هبدا بالراحه اعمل الشفه اللي فوق على هيئه خط او على هيئه رقم سبعة كده، بس مفتوحه قوي، يعني خط من الشمال مايل وخط تاني من اليمين مايل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ودي اول خطوه هنبدا نعمل بيها الفم، لان منه هنبدا نعمل الخطوه الثانيه وهي اننا نرسم الاسنان. طبعا كالعاده احنا دلوقتي بنعمل اوتلاين. الاوتلاين اللي ما اعرفش يعني ايه اوتلاين، هو التخطيط او الخطوط الخارجيه بتاعت الشكل اللي انا برسمه. طبعا احنا بنرسم فم دلوقتي، فالاوتلاين بتاع الفم هو عباره عن الشفتين والاسنان، تمام. خطوه الاوتلاين دي تعتبر يعني بنسبه 80% هي الاساس بتاع اي شكل برسمه، لان لو هي مظبوطه اي حاجه بعد كده هتكون مظبوطه، خصوصا في الاسنان. لو انا رسمت الاوت لاين بتاع الاسنان غلط يا فنانين، فبالتالي كل اللي بعد كده هيجي غلط. اول سنتين لو رسمناهم غلط بعد كده كله هيبقى متتالي غلط. تاني خطوه زي ما انتم ملاحظين بدات اعمل الشفه اللي تحت بالراحه خالص بنفس الميل بتاعها. الشفه اللي فوق كنتوا تحسوا ليها مكسوره من النص شويه، الشفه اللي تحت هي عباره عن كيرف كامل. في الخطوه اللي بعد كده فنانين لازم نعود نفسنا اننا لما نبدا نرسم الاسنان نرسم او نبدا بالسنه اللي في النص، السنتين اللي في النص دول نبدا بالفرق اللي بينهم زي ما انتم ملاحظين كده. دي اهم حاجه لازم نبدا بيها في الاسنان. طب ليه؟ لان السنتين اللي هنبدا بيهم في المنتصف دول هم اللي هيبنوا السنان اللي على اتجاه اليمين والاسنان برضو اللي على اتجاه الشمال. فما دام انا ظبطت الاثنين اللي في النص المهمين جدا دول هيتراكم عليهم برضو اليمين والشمال هيطلعوا مظبوطين ان شاء الله. فبالتالي اول ما ببدا بالاسنان ببدا بالجزء بتاع اللثه اللي فوق، اللي هي الحته اللي عامله زي المثلث الصغير اللي فوق دي بتكون بتاعت اللثه. طبعا دي موجوده في اي ابتسامه، يعني في بعض الابتسامات بتكون اللثه دي زياده قوي كبيره قوي واضحه قوي، وفي برضو في بعض الاشكال الثانيه بتلاقوا اللثه مش باينه خالص. فاحنا بنرسم اللي قدامنا زي ما انتم ملاحظين معايا الاستيكه بتاعتي. طبعا الاستيكه دي انا قلت لكم عليها في اكتر من فيديو، هي استيكه كهرباء ماركه مارس، استيكه يعني محايه، تمام. بالراحه خالص ببدا ارسم الفرق اللي بين السنتين. ومن الاخطاء الشائعه اللي لازم ناخد بالنا منها ايه هي يا عم كريم؟ ان في فنانين منكم لما بيجي يرسم الفرق بين السنتين بيعملوا اسود داكن. ده طبعا اكبر غلط ممكن نقع فيه. طيب امتى الفرق بين السنتين يكون اسود؟ يعني يكون الخط اللي بين السنه والثانيه ده اسود؟ لما يكون في فرق بين الاسنان. طبعا زي ما انتم ملاحظين في البورتريه ده مفيش ولا فرق بين السنان هنا، فبالتالي الفرق اللي بين الاسنان في الصوره هو يا دوب خط يعني خط خفيف جدا بالتو اتش. طبعا احنا بنستخدم قلم تو اتش او 3 اتش او اي درجه من درجات الاتش عموما في الاوت لاين لانها درجات خفيفه. فلازم يا فنانين ما نعملش الفرق اللي بين الاسنان تقيل، يا دوب زي ما انتم ملاحظين كده يكون خط خفيف جدا. بدات في السنه الثانيه دلوقتي زي ما انتم لاحظتوا عملت اللثه في الجزء الثاني، ومنها هبدا اعمل لثه او السنه اللي بعدها وهكذا. تعالوا نسرع بقى شويه واحنا بنشرح. زي ما انتم ملاحظين يا فنانين دلوقتي ببدا اعمل سنه سنه، وزي ما اتفقنا اول ما بخلص سنه بلاقي اللي بعدها جت على طول وهكذا، يعني بفضل ماشي في الصف اليمين والصف الشمال. اعمل اللثه اول حاجه، اللثه دي تاني بعيد تاني هي الجزء المثلث اللي بيكون فوق، وكمان الجزء المثلث اللي بيكون تحت ده مهم جدا. شايفين الفراغات السوداء اللي بتكون في الاسنان من تحت دي؟ دي برضو لازم ناخد بالنا منها كويس جدا، لانها بتتحكم بشكل كبير قوي 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 في شكل الاسنان، تمام. يعني ما نعملش اللثه من فوق مظبوطه وننزل تحت نخفي المنطقه السوداء دي، ده طبعا ما ينفعش. هنبص نلاقي شكل الاسنان من تحت او الابتسامه كلها من تحت اختلفت تماما. زي ما انتم ملاحظين بخلص سنه وابص على اللي بعدها وهكذا.
طيب في اكبر غلط بقى ان الناس بتبدا من الشمال او ناس بتبدا من اليمين، يعني ما بيبداوش زي ما انا بدات كده من السنتين في المنتصف. فنيجي نبص في الاخر، لو انا بدات مثلا من الجنب اليمين هبص الاقي في الاخر الرصه او رصه الاسنان بتاعتي دي اختلفت مني، جت شمال شويه او جت يمين شويه. طبعا مستحيل مستحيل السنتين اللي في النص دول ما يكونوش في نص المناخير بالظبط، يعني بص على المناخير فوق، المناخير اللي هي الانف، يعني لو بصينا في السنتين اللي في الموبايل كده هنلاقيهم في منتصف الانف بالظبط. اي انسان لازم يكون الفرق بتاع السنتين اللي في النص ده هو في منتصف الانف، يعني في منتصف الوجه بالظبط. فبالتالي لو انا بدات من اي جنب من الاجناب هبص الاقي السنان دي بنسبه كبيره ممكن تترحل مني في اتجاه سواء يمين او شمال، فهضطر اعمل ايه بقى؟ هضطر ارجع امسح تاني كل اللي انا عملته وارجع ابدا من اول وجديد. فعشان كده دايما بنقول لا، ما نبداش من جنبين، ابدا يا اما يمين يا اما شمال، حتى لو ظهر معايا غلط وانا شغال على طول اقدر اعدله من غير ما امسح اي اسنان انا عملتها. فهمت وجهه نظري؟ اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه دي او الفكره دي. بالراحه خالص شغال سنه سنه اهو، الى حد ما انا كده يعني تقريبا خلصت شكل مبدئي بالاسنان. خلي بالكم برضو لسه هتتظبط في التظليل. احنا اتفقنا الاوت لاين بنسبه 80% مهم جدا في الرسم، لكن في التظليل برضو عليه نسبه كبيره او عليه عامل كبير في التظليل. هنشوف الكلام ده دلوقتي، هنشوف ازاي نقدر بالتظليل نظبط الاوت لاين برضو لو في اختلافات بسيطه. كل اللي بعمله دلوقتي هبدا ارسم الشفه اللي فوق، واظن دي سهله براحه خالص، هي عباره عن كيرف وكيرف الناحيه الثانيه وخلاص. والشفه اللي تحت برضو عباره عن كيرف كبير خالص، ودي برضو سهله. دلوقتي هعمل برضو الشفه اللي تحت، زي ما انتم ملاحظين هي عباره عن كيرف كبير قوي زي ما انتم ملاحظين كده، يعني غير الشفه اللي فوق. دايما الشفه اللي فوق غالبا بنلاقيها واخده شكل رقم 7 كده، اي بيكون فيها الكسره في النص، في نص الشفه بالظبط. انما الشفه اللي تحت غالبا بتكون بالشكل اللي قدامكم ده، اللي هو شكل كيرف كامل. وببدا اعمل ابتسامتين او النقطتين السود اللي بيكونوا في جنب الانف الفم دول، اسف، لانهم مهمين جدا. دلوقتي يا فنانين هبدا استخدم قلم اسود. طيب ايه نوع القلم اللي هيديني الدرجه السوداء اللي قدامكم دي؟ اتفقنا ان في نوعين، اول نوع هو القلم ال 8 بي، يعني ال 8 بي ستيدلر بلاك، ده ماركه ستيدلر وبنتكلم عنه في دروسنا كلها، اللي متابع معايا عارف القلم ده. تاني نوع واللي انا بستخدمه دلوقتي قدامكم ده، لو انتم بترسموا بالخشب بالالوان الخشب هتعرفوه، هو قلم خشب اسود عادي جدا ماركه فيبر كاستل المائيه، ولو عندكم العاديه برده مفيش مشكله هيدينا لون اسود. تمام، فممكن اللون الاسود ده نجيبه بقلم خشب او بالقلم الاستدلر بلاك، هيدينا السواد اللي قدامكم ده، وده مهم جدا. السواد اللي في جنبين الفم، يعني في الجنب اليمين والجنب الشمال، يعتبر من اهم الحاجات اللي بتظهر لي الابتسامه. محدش يكسل يعمل الجنبين دول مظبوطين. ودلوقتي هبدا اعمل الفروق السوداء اللي بتكون تحت اللي بين الشفه وبين الاسنان، دي برده مهمه جدا، لسه مكلمكم عنها من شويه زي ما انتم ملاحظين. وانا برسم الفروق دي اتاكد ان انا جايب شكلها مظبوط، يعني في شكل مثلث، شكل مش عارف، يعني شبه منحرف وهكذا. احاول اجيب نفس الشكل اللي في الموبايل بالظبط اهو. طبعا سن القلم لازم يكون مبري، يعني في خطوه زي كده سن القلم لازم يكون مبري جدا جدا جدا، لان الخطوه دي دقيقه، يعني محتاجه سن القلم يكون مدبب خالص. وشغال واحده واحده قبل ما اظلل الشفه او اي حاجه. ببدا الاول اعمل اوت لاين، ده طبعا يعتبر برضو مع خطوه الاوت لاين يعتبر. ليه؟ لان كل اللي بعمله انا بضيف نقط سوداء او بقعه سوداء مش اكتر من كده، انما خطوه التظليل هتكون بعد دي بالراحه خالص. بكمل بنفس الدرجات السوداء. الموضوع جميل اهو، سهل جدا. وهبدا اعمل بقى النقط البقعه السوداء اللي هي في الجنب الشمال هناك. تعالوا بقى نسرع ونشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي يا فنانين زي ما انتم شفتوا كده انا خلصت الجنب الشمال الاسود كله والجنب اليمين والفروق اللي بين الاسنان اللي تحت السوداء. وهبدا بقى في خطوه التظليل بتاعت الشفايف، ودي برده خطوه مهمه. هبدا استخدم الرصاص العادي بتاعي العادي جدا، انا بستخدم ماركه ستيدلر درجه اتش بي، يعني انا شايف ان درجه اتش بي هنا مناسبه، وممكن برده تستخدم درجه 2 بي مناسبه برده، بس يعني هتبقى تقيله معاك شويه لو انت لسه في بدايتك. زي ما انتم ملاحظين انسب تكنيك ممكن ارسم بيه الشفايف هو بالظبط كده، هو الدوائر. ملاحظين انا شغال دوائر فوق بعضها، دوائر فوق بعضها. الدوائر دي لما بتكون فوق بعضها بتديني في الاخر تاثير الشكل الدائري، وطبعا كلنا عارفين ان الشفه دي جزء من كيرف، يعني شكل دائري مش مستقيمه، فاهمين؟ الشفه دي بتكون شكل مدور كده. فبالتالي انسب حاجه هي تكنيك الدوائر دي. طب هل في تكنيك تاني غير الدوائر ممكن اظلل بيه الشفايف؟ في الكيرفات.
وفي ممكن نظلل بقى الخطوط العاديه. ده كله هجربه لكم في التكنيكات النهارده او في الشفايف النهارده، بحيث ان نكون شرحنا كل التكنيكات اللي ممكن نظلل بيها الشفايف، تمام؟ فده التكنيك اللي هنكمل بيه الشفه كلها. فهنسرع شويه واحنا بنتكلم، طبعا هنغمق اللثه شويه اللي هي المثلث اللي في اللثه ده، هنغمقه بنفس الدرجه اللي هي الاتش بي بالراحه خالص اهو. هكمل بنفس الاسلوب، اسلوب الدوائر، طبقه فوق الثانيه فوق الثالثه لحد ما اوصل بنفس الدرجه اللي موجوده عندي في الصوره. طيب هل الاتش بي هيوصلني نفس الدرجه؟ لا، هيوصلني لدرجه فاتحه شويه. فبعد كده هضطر ادخل قلم غامق، قلم داكي، فانا هدخل القلم الخشب برضو اللي هو الالوان الخشب. فتعالوا نشوف في الاخر هنعملها ازاي. اهو يا فنانين، دلوقتي مسكت القلم الالوان الخشب اللي هو الاسود، وهبدا في الجزء الغامق. فين الجزء الغامق في الشفه دي؟ هو الجزء اللي تحت، يعني تلاحظوا ان الشفه فاتحه من فوق وغامقه من تحت. فبالتالي هبدا اعيد بالقلم ده من تحت شويه، بس لازم تكون ايدي خفيفه، اوعوا تدوسوا جامد، لان لو دوست جامد يبقى انا كده بلغ الدرجه اللي تحت كلها، يبقى انا كده بسود الشفه. لا، احنا مش عايزين نسود الشفه، احنا عايزين نغمقها. في فرق بين ان اسود حاجه او ان اغمق حاجه. اسود يعني هيبقى زي الجنبين، زي الجنب الشمال والجنب اليمين اللي هم السود جدا دول، انما اغمق ان انا بحرق اللون شويه، يعني بغمقه شويه. زي ما انتم ملاحظين كده بدات تجيب نفس اللون اللي موجود عندي في الموبايل. وبالشكل ده احنا خلصنا الشفه اللي فوق تقريبا. هبدا اضيف اللون الاسود زي ما انتم ملاحظين كده لغايه ما توصل لنفس الملامح، وده الموضوع سهل جدا. فتعالوا نشوف الشفه اللي تحت، هل هي زي اللي فوق ولا في اختلاف؟ يلا بينا. دلوقتي نزلنا على الشفه اللي تحت يا فنانين، بدات استخدم فيها التكنيك العادي جدا اللي هو بتاع الخطوط. هبطئ لكم عشان تشوفوه بالراحه خالص. ماسك القلم الاتش بي برده وهمسك اشتغل خطوط عاديه جدا. طبعا تكنيك الخطوط ده احنا بنستخدمه في البشره وبنستخدمه في حاجات كتير جدا. طب هستخدم خطوط بس؟ لا، ممكن استخدم كل التكنيكات مع بعضها، يعني كيرفات وخطوط. اهو دي خطوط اهي، ودي دوائر، حبه كده وحبه كده، بحيث تديني في النهايه الشكل المطلوب عندي. يعني شويه لو تلاحظوا بشتغل خطوط، وشويه ثانيه بشتغل كيرفات، وشويه ثانيه بشتغل دوائر، وبفضل اكرر بقى الطبقات. اكبر غلطه برضه او من الغلطات الكبيره اللي بتقعوا فيها، انكم بتبقوا عايزين تجيبوا الدرجه السوداء او الدرجه الغامقه من مره واحده. يعني عايزين نمسك القلم الاتش بي وعايزين نوصل للدرجه الغامقه مره واحده، فنبدا ندوس جامد. ده غلط جدا، لازم نكرر الطبقات، طبقه فوق الثانيه فوق الثالثه، لغايه ما نوصل للون الغامق او اللون الداكن بتاعنا. فهمت وجهه نظري؟ فما ينفعش نجيب الدرجه الغامقه على طول يا فنانين، لا، لازم طبقه فوق الثانيه فوق الثالثه لغايه ما نوصل للدرجه المطلوبه. دي خطوط عاديه جدا اهي، انا بطأت لكم بس التكنيك عشان تشوفوا انا شغال ازاي. تعالوا نسرع تاني لان الفيديو دخل معانا في 12 دقيقه في بق بس. فطبعا انا بس بسرع لانكم بتقفلوا الفيديو. انا عارف ان في ممكن يكون في 10 او 15 شخص فيكم، فنان فيكم، بيتفرج على الفيديو كامل، بس في المعظم بيسرع الفيديو، ودي مش لمصلحتي ولا لمصلحتكم، لان الفيديو لو اتسرع فبالتالي بيعتبر الناس ما بتشوفهوش، فيعتبر مش مفيد. فبحاول اسرع على قد ما اقدر. دلوقتي يا فنانين هنبدا نظلل الاسنان بالراحه خالص. بنستخدم في الخطوه دي ودانه او عود قطن، وببدا اخد يا دوب بترطيف الودانه كده من الرصاص لحظه بسيطه، وببدا اظلل الاسنان. طبعا الاسنان في الموبايل فاتحه جدا، تحس انها بتنور. طبعا دي مش حقيقيه، لان انا كنت معلي الاضاءه في الموبايل قوي، لكنها لو في الصوره الاصليه لو شفتوها عندي على الانستجرام هتلاقيها غامقه شويه. فاحنا اول خطوه بنبدا نوزع ظل كده في الاسنان، وبعد كده تاني خطوه بنبدا نظبط الاضاءه بتاعتها. بنمسك استيكه فحم، طبعا استيكه الفحم كلنا عارفينها اللي هي الاستيكه الطريه دي اللي عامله زي الصلصال او اللبانه العلكه، تمام؟ انا بحاول اتكلم يعني باللغات المختلفه او باللهجات المختلفه بحيث تفهموني، لان كتير منكم بيسالوني يعني ايه استيكه في الكومنتات. استيكه يعني محايه، تمام؟ بعد ما خلصت الخطوه دي هبدا اشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي هبدا اظبط بقلم خفيف خالص الفواصل اللي بين الاسنان بقى لو هي مش متظبطه. شايفين الدرجه السوداء اللي بتكون في الجنب دي؟ هتلاقيها داخله في السنه شويه، فانا دخلتها دمجتها مع السنه زي ما انتم ملاحظين عشان تدينا شكل واقعي اكتر. كل ما ببدا اضيف درجات كل ما الفم بيظهر لي اكتر او بيظهر لي ملامح اكتر، تمام؟ فالخطوه دي كل اللي هعمله ان ابدا ااكد بقى على الفواصل اللي بين الاسنان. فتعالوا نسرعها لان الفيديو دخل معانا في 14 دقيقه. الخطوه الاخيره فنانين هنبدا نعمل الاضاءات اللي في الشفايف بشكل بسيط خالص. بستخدم في الخطوه دي استيكه رفيعه، سواء بقى استيكه كهرباء زي اللي معايا دي، استيكه يعني محايه، استيكه كهرباء، او استيكه زيرو، او استيكه فحم، اي نوع استيكه موجود عندي. وممكن برده ما نستخدمش فيها استيكه، ممكن نستخدم على طول قلم جيل. القلم جيل اللي هو بيديني ابيض او بينزل لون ابيض هيديني او هيعمل الاضاءات دي بسهوله جدا. يعني دلوقتي بدات اجرب احط لها القلم الدوكو الابيض اللي انا شرحته لكم في الفيديوهات قبل كده. بنقط بهيئه تنقيط كده، هو مش هيفرق كتير لان الورق اللي احنا شغالين عليه ابيض، يعني لو مسحت ورجع بنفس اللون هيكون ممتاز جدا.
بكده فنانين نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الشرح ما كانش تقيل على قلبكم كده ويكون بسيط. لو حد عنده اي استفسار تاني في درس النهارده او في اي درس تاني عموما اكتبوا لي في الكومنتات. وعايزكم كالعاده تكتبوا لي اقتراحات لدروس انتم محتاجينها، كل يكتب اقتراح لاي درس انتم عايزينه. وان شاء الله السلسله الجايه يعني لو مش بكره كملنا بورتري ممكن يكون درس جديد من دروس الانمي باذن الله اللي احنا طولنا فيها. فاتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تنضموا للجروب، واللي محتاج الصوره زي ما قلت لكم موجوده على الجروب الفيسبوك وعلى الانستجرام هتلاقوهم في اول كومنت تحت. ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.